مغال كان سي شر قرأ إسكارسية ملير كتورة صدح قضب أيان عوا أنكاه لدورا أريتكو واد مقا عابستا أي سمايين قولها وسيرة حكومة الصومالية مقا عابستا تليها بوليسكا يتليه هراء بوليسكا الصلب وسقر الله مقا عابي وسير كحيقين حاسا شيخ محمود أردك تلقو سيوايي دلب كيمانيت الويداني وقدبيي اي أهيد إنو وضا هلال دياروية هاي دولة الصوماليين يبنتلان أما سعود عبد الله الدنينا لو ده هذا السيو قلب كالله بعد وحنكلون كفا قدي دونا دني وكسو كرقبتي إساسي خاتمه هل كده دونين ودقال كفدرال كي ميلاحاس إنو هديا لكورة يهي كو كوم نادو ميل كستا فريبوس كغفره أنقنا ونوسو كرقبتي قلب كانو وكهل دونا وحنكسو قبا قبيني قلب كي يقود دبئي بريم بدو ويسوغنا ما تهضلي إيش خاتم أرمي هيدا كهضلي إذا روا كهضلي دونا إن شاء الله تعالى إنتا سبا سودو وادا ميلر مقال كتورة أوغو هرين وحالا مقا عابي مانتا ودى حالي أي نحوك تيسي سيحيني تليها بوليسكا إذنك بوليسكا صوماليين وحالا مقا عابي أسد عثمان عبد الله أسد ديانو وريد بنتلانا وخبير حق أمنية طبعا دولة الصوماليات قال هان رئيس وزاره حمزة عبد البري يا سوتشين قالها وسيرته قد بي كده مقال إن كان لوجوده سيدو كله ويسوب واتليه لي كه رئيس على الأسد سيدو وسير كإجين ك جديد كي دولة استهود يا سكان الله ما عابد شل قال حفلات بالله قبته ولا دلع سيء ولا أبا المري وحاجة تلا تلي ألف ربضن وريد بنت لنا ولبا تيم كده يسكس هرتشيدنا إجين لا تلي ألف بالله ما عابد أريتني ما يكوسو بيجي مثلاً مكان، ويكوسو بيجي مثلاً يدو الله ما المعلومات كهر، ودني تواصل أوفيشي على ولا واقعي، إنه حوي هديلا كوريا، إنت هكبر أنا وسيتشو يكرن هديلا كوريا، أو أنا وسيات كان كرن، وأكدي كان تهاي إن ودوني إنه ولا هذا لقى دولة الصومالية، كصومالية تقصد إن لوجا إرجو جيو، وحوي حسن الشيخ محمود، وهاي مركز استناية وخاصه. ايسكو من دافسيهين بركا في الصوماليا وحي كجوابتي تافع الكيد وان اي دكت لقصي ويدي دلبك داني قد بي اي احاول هذا البان ديار واحي تابد الكيد نوحا لكياني دادكي اي سياسة اسكيفو قايين ولا تليال قار لو مقعابي لان باكا مدوري باريا لا تليال لو مقعابي ميكا لو سيقنا وحاول لما قعابي سنكسرا اي هدي اي بقدر كلي هاي تنال اسد عثمان عبد الله وتنك قود عيدك بوليسكا marka waxay ku tusinaysaa in laga guuray dani siyaasadisi ay noqoto siyaasad madaleysa xog waxaan ku helay oo la xaqiijiyay halay in dani wacay madaxweynaha dawladda Djibouti Ismaaciil Omar Geele oo ka codsaday in magacaabista General Asad Diyano dib loo dhigo wax kasta oo diyaar leeyahay ninka inaan lagu magacaabin waxaan noo sheegay de wax resourceka waxaan ku helay diblomaasi baan ku helayna madaxweyne ismaaciil umar geele wuxuu sheegay inaan waxba ka qaban karin dabcan oo arimaha internalka ee Soomaali aanu faragelin karin cidda kaliya magacaabi karto prime minister ka yahay prime minister kan oo hadeel ku arintaasi deesaa oo laga hadli karo wuxuu taan xasal laga hadli karin maadaama ogol yahay xukuumadda ruusaar ka yahay marka dani albaab walba waa laga suxday albaab walba waa ka suxday sababta awey siyaasadiisa gurcan ee waxa uu markuu hadlayo boqol cad oo ku sameysanayo oo uusan sidifoon waxa uusan u garanayn wariyaha cad oo kula ah wariyaha dagaal kula jira imiga waxa rabaa dadka Puntland u sheego hadda wuxuu dagaalka abaabulaya Puntland gaar ahaan gobolka bari Boosaaso waa dagaalka abaabulaya arintan in laga hortago oo Puntland iyo gaar ahaan Boosaaso dagaal uma baahna dadka masaakiinta hore baa loogu dul dagaalama oo dani weerartu u qaaday nimankaas waxa uu yahay dal kuriyay PSF ku eray بأسف اللوجيا أمنية جبل كبار يبنت لامبا لفتح ربيوطها لحظة ما بينك بدش مركا دتك مساكين تا سومالي ده يبنت لامبا يالكو تردد العالم يا في الندى دتك هسي أن لحظة أوني أن لحظة ردين صدقني أفق أفق كل انت بس صدق قال كوره بنت لام وريو دني ما بلن قال مكتب شيء دي دي إلى هذا الله ما هيو دني وعاوي سياسة دسو مركوره سوردية وسوردية وسوردية adoftay digdaq ma xaq soo dhaftaa ma garad dadka la taleenayna waa dad aan siyaasada ehel u ahayn
dad low profile ba la taliya oo advisor u ah marka intaas waa intaas weeye qodobkaas waa intaas warka waa la xaqiijiyay warhooy warhooy dani waxaan leeyahay nimanka la magacaabay xaq bay u leeyeen dowladoodi weeye adiguna hadii la kuuran yahay inta lagu dhiibay ilaali inta bulshada budlaanta aad hadda madaxweena u tahay ummada isku ilaali laakiin fidno iyo dhibaato hurudo ha kicin arinta labaad wuxuu socdaa anaga waa nagu soo kala qabtay anagu reer SSC khaatuma waa nagu soo kala qabtay balhawda muuqaalka ila dhageysta dadka runtii la wada dhistay ku abtirsada dagaalkii ugu dambeeyay galaan wuxuu ahaa dagaalkii sool markay xuduudoodii marayeen ayay istaageen iyagoo kari kara inay ka gudbaan dadka Puntland wada dhistay muxuu raaciyay dadka Puntland wada dhistay kuwa abtirsada akfiir meesha uu ka saarayaa maamulkii SSC khaatumo annaga hadalkan looma sarbeebo dani waxa uu halka ka saarayaa SSC khaatumo xuduudkii Puntland xuduudkii Puntland 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 wareera sidani horta ninka jilacsan ma jirto daniyow adiga horta madaxweyne oo madaxweyne kaalihi madaxweyne fardhigan arrinta uu ka hadlay waana ka hadli doonaa isagaana kula jawaabta habboon maadaama uu isagu dee waxa weeye uu hoggaamiyo SSC khaatumo isaga ka jawaabi doona waa dhigiisa waxaana muuqata inaan Puntland iyo SSC khaatumo wax dambe oo isu dhimirinayaan jirin siyaasiyan ma ka hadlayaano sababta waxa weeye Puntland horey waa ku sheegay muuqaalka horeeyay Puntland bay ku tahay siyaasiyan SSC khaatumo marka waa yahay anagu waxaanu ka dagaalamay soo cidda jiritaanka iyo Puntland ku ah Soomaa maxay kula duwan yihiin hadaba hadii la ku dhigay dani oo diidan in khaatumo dhisanto in dadkaasi masiirkoodu ay tashadaan maxay kaga duwan yihiin hadii la ku dhigay kuwa aan waxba la dhacday kaga duwan yihiin ma jirto dani cid ka jilicsan ma jirto halay dariyo shoolad xun baa soo kulaashay waase ku edbinaynaa anagu waanu naqaanaa xunba itaa fisaa ugu sideysid moogta xunbo afka itaa saa ugu sideysid markay baashu kulaato inaad tiraa walaalayaalow walaalayaalow laba dowladood baynu nahay dadka walaalahay moogta waxaad ka shaqaynaysaa fidnada ka shaqaysaa haddaad joogtin weyn ha aniga reer khaatumaanahay SSC khaatumo maamulkayga iyo dowladdeeda kama qaftamo Puntland ay ku soo duulan raali kamay in wax weyn la burburiyo raali kamay Puntland adiga lagu dhiibay aan wanaag la doonay haddii aniga xumaan la doonto oo aad gurigeeyay inuu xumaan ay wax weyn hadal ku dhayay uu ka abuurma aad turbaan ku tumaysid tahayna saka aleyo daan ku jibay weey dadkii lahaa dani maxaad ka rabtaa waka wakas bidaar sibiq ba ku gashaa haddana kuwa ka jawaabin oo aan ka hadlin waxa uu hadda u digdig leeyahay aray idin sheegay waa 2023 xildhibaanadii SSC khaatumo ee 10 xildhibaanaha garowaan ku xulaya calcashaasi qorax meel ugu qarin karaa may soo ma wallahi suma wallahi SSC khaatumo lagu xulaya walaal saxano ha taas waa soo dhamaad dadkaasi masiirkooda ayaa ka tashaday arurtu ma ka hindisada ku waalato xalooran jiro maana ay qoriya usanka ka gelinay war dadkaasi ayaa tashaday iyaga suu yimid iyagaa isuu yimid oo tashaday oo maamul dhistay wax uu deegaankooduna haysta islana la dagaalamay jooji haddaad jooji wada wallahi cid kaaga futuxi ma jirto daniyo maamulkayga ammaan sii haddaad sii weydin khaatumo iskeen sii weyey wallahi wallahi xumaantaada dhibaatadaada Puntland dhibaatada u horseeday gaajadaad waxa weyn Puntland u horseeday waxa dowl maamulkaaga hoganaya ee dhaliila abaabulkeena haddaad joojin weyd af xumaad iyo haddii la abdarrada ka joojin weyd khaatumo ha adaro dibudug dibudug adaro dibudug dibudug lugtu jeeniga lugtu haday jeeniga dhaafto way jabtaa maamulka khaatumo waa dhismay waa dowlad adaro ha ku hoggoobin ha ku hoggoobin af xumaana wax la yiri oraadna waxba kaama tartaalay nimadna waxa ka haysa dadka waxaan arkaa marka arimaha dani aan dhaliilayo ka hadlayo kuwa waxaan arkaa Puntland ku dulman oo iyaga xuquuqdooda u raadinayno oo khaatumo ay dhisanto iyagu dani ugu jirto oo 17 keenay meesha ka baxaan ay dani ugu jirto oo hadana waxa loo SSC khaatumo waa Puntland hadda hal xidhmaan kuma laha muwaadiniinta heerka labaad ba ka yihiin second citizenship ba ka yihiin Puntland
ها حقوق ملا ورب الأدوية بل ليه الدين يسوم بحر السكور وسوم قري سدعة يا كورو بل كبود ما كد المرو ولا ما جروب وجروب بنت لا كد المن وواحد أنا بتلسمي وأنا حلمان كلن وهذا الدين وحوي بنت لان خاتم أنا ما ملسوته ما آخر رأي وحوي دين كأوتشته ورحلماني هليان وروحوي وحوي سامي قيس هليان ور أو وحوي أدل حلمي هليان أمو غطبة وحوي فيري جروبته جروب كوي جروبنا وحي ودنتو وجرتابة وأي آمسيهم إن دنتو وجرتو بطلان يهرتو ودتشوغا وأي هدي هرتي كلا طغو ودولو كلا ياشو إن علا درواكو عنا أي آمسيهم ولا بدا جروبي لما بدا جروب إنتا خاتمو ميلاحا كعاية البوستوية الأوقرة إيه وحو إيه برد إلهانا ميلاحا لورطا ولا بدا جروبي وحان الله يكارسخون إيجادنا كوحلا إنتا سوا إنتا سوا إلا في مايو waxaan ku soo gabanayaa bari madow ma aad u xutay qorrood wana sib darawey wallah ma ka soo halkaasii ka waxa moogtay ka faatay bakhleey arinta la yaab kala haway wuxuu yiri isaaq ba hanti leh dagaalano haysana halka uu ka raacay moogta waxa raga dagaalamayna hadalkii garaad abdursaa garaad soofe kubi bal ismada uu fiir kuligood كل واحد يكون بجرينا اسمه ده اسمه خاتمه نكستو هاللي واسم اسمه خاتمه واسمه وعلي دجال كي كهر هاللي هذا الكيس ورمو هذا الكيس ورمو قرأت شان عن قرأت علي وحدي حبر أول اسمه قانة واسم برنا حبر أول واسم برنا أنت موقت قرأ دجال كويل دجال كوالك قرأ هلاك ما كان عيوان وقتها إنه وحدي عيوان ليدكشة كم ما